أحضر في هذه اللحظة الرقم اللي كان ذكره دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص حجم الصادرات المصرية عام 2022 اللي وصل إلى حوالي 53.8 مليار دولار، يعني 53 مليار و800 مليون دولار. ده بالنسبة للصادرات السلعية والصناعية والصادرات البترولية. لو شلنا من المعادلة الصادرات البترولية أعتقد بنتكلم في حدود 35-36 مليار دولار. خطوة أولى طيبة، لكن لسه عايزين نوصل للمية ونكسر المية. إنما في حاجات مبشرة، زي مثلا واحد من القطاعات اللي حصل فيه طفرة في حجم الصادرات فيه في 2022 كان قطاع الملابس الجاهزة، اللي حققت لأول مرة حجم صادرات وصل إلى 2 مليار و500 مليون دولار، بزيادة عن عام 2021 نص مليار دولار. مش كده وبس، كمان ده من ضمن الدول اللي حصل فيها طفرة في حجم صادراتنا من الملابس الجاهزة ليها كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وارداتها من هذا القطاع من مصر وصلت إلى حوالي 1.3 مليار دولار. أوروبا أيضا حصل نسبة ارتفاع في صادراتنا ليها في هذا القطاع، قطاع الملابس الجاهزة، بواقع حوالي 31%. فده طبعا كله تركيا حصل قفزة في حجم صادراتنا ليها من الملابس الجاهزة. وبالمناسبة يعني تركيا شاطرين جدا في صناعة الملابس الجاهزة، فلما تلاقي ان احنا حجم صادراتنا ليهم في 2022 قفز بنسبة 113%، دي خطوة طيبة جدا. هل فتحنا أسواق جديدة؟ هل بصدد ان احنا نفتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة؟ خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع الأستاذة ماري لوي رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة. أستاذة ماري مساء الخير، برحب بك معنا. مساء النور، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. يمكن كنا في مداخله قريبا وبنتكلم على ازاي ان احنا نزود حجم الصادرات. الارقام النهارده اللي بنتكلم عليها مبشره، ايه ابرز القطاعات في قطاع الملابس الجاهزه اللي حجم الصادرات فيه حصل طفره؟ لانه حسب معلوماتي اللي هي على قدي ان احنا مثلا في صناعه البنطلونات الجينز بنصدر احجام مش او كميات مش قليله. هو بالفعل التي شيرت والبولو شيرت والجينز هم اعلى صادرات موجوده عندنا في قطاع الملابس الجاهزه. يعني مصدرين ب 593 مليون دولار بولو شيرت وتي شيرت، والجينز ب 849 مليون دولار. ده اعلى صادرات موجوده في القطاع، يليها القميص بقيمه 321 مليون دولار. كويس جدا. طيب احنا يمكن ذكرت بعض الارقام اللي حصل فيها قفزات سواء في مستوى او حجم صادراتنا الى الولايات المتحدة الامريكية او اوروبا او تركيا، هل فتحنا اسواق جديدة خلال عام 2022؟ بالفعل احنا من الدول اللي حققنا فيها زيادة في حجم الصادرات هي الإمارات العربية المتحدة. صادراتها زادت، يعني كنا بنصدر ب 101 مليون دولار، صادراتنا حاليا ب 194 مليون دولار، يعني بزيادة قدرها 92%. هي بتيجي بعد تركيا على طول، لكن الرقم هو أعلى رقم تحت أمريكا. يعني أمريكا صادراتنا ليها مليار 317 مليون دولار، يليها على طول في الترتيب الإمارات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة 194 مليون دولار بزيادة قدرها 92%. كويس جدا. طيب كان سؤالي هل يعني في أسواق جديدة قدرنا ندخلها، أو في أسواق جديدة احنا بصدد دخول ليها بصادراتنا من الملابس الجاهزة خلال 2023 مثلا؟ احنا بنعمل محاولات. طبعا موضوع الدول الأفريقية فيها شوية صعوبة لغاية دلوقت لأن سعر الشحن عالي جدا، فإحنا مركزين في الوقت الحالي على أوروبا لأنه الطلب متزايد من أوروبا بسبب إن المشاكل اللي موجودة مع الصين، وبسبب إنه الشحن غالي جدا، فبتجيلنا زيارات لوفود من أوروبا بيدوروا على بدائل للتصنيع في الصين ودول شرق آسيا. وطبعا يعني سعر المنتج بيبقى أفضل، مش عارفة إذا كان الكم ما بيبقاش بنفس الكم بتاع أمريكا، ولكن الأسعار بتبقى أعلى شوية للقطاع يعني. نعم. طيب يعني من ضمن الحاجات أعتقد أيضا اللي قاطعين فيها شوط كويس إن في
ماركات عالمية بيلجأوا إلى مصر في تصنيع عدد من المنتجات عشان يتم تصديرها إليهم. هل حصل يعني حصل إن إحنا عززنا أكتر من حجم هذه الشراكات خلال 2022 مثلا؟ هو حاليا الطلب لمنتج كامل الصنع، يعني في قبول حاليا ان المنتج يصنع خاماته محليا، وده الجديد في الموضوع، فده هيدي قيمة مضافة للصادرات وهيعلي سعر المنتج لأنه هيقلل من سعر الشحن. فطبعا هو تحدي انك انت تقدم منتج متكامل من اول الغزل لغاية قطعة نهائية مرورا بكل مراحل التصنيع، لكن ده طلب جديد ما كانش بيطلب قبل كده، وده في ظل الظروف الراهنة ان هو بيتخلى عن انه يعمل نومينيشن لسبلاير، يعني ان هو يجبرك انك تجيب القماش من المكان الفلاني. هو بيستنى انك انت تطرح له بدائل. طيب سؤالي الأخير، يعني القفزة اللي حصلت دي بشكل طيب جدا حوالي نص مليار من 2021 ل 2022، اللي وصلنا فيها العام الماضي يعني ل 2 مليار و 500 مليون دولار، إزاي نقدر نقفز إلى 5 مليار و 6 مليار و 7 مليار؟ مش سامع كويس، الصوت بعيد، حضرتك تقدر تعيد آخر جملة؟ كنت بقول إزاي نقفز بقى من ال 2.5 مليار دول، إن إحنا نقفز إلى مثلا 5 مليار و 6 مليار صادراتنا من الملابس الجاهزة؟ احنا طول ما في تمويل مستديم وبنقلل من الاجراءات، يعني الاجراءات البيروقراطيه اللي بتبقى موجوده، وطول ما في استقرار في القرارات وفي القوانين، ده بيسهل جدا. يعني لو استدمنا في عمليه صرف دعم الصادرات بمده يعني لا تزيد عن 40 يوم من استيفاء شهادات الشحن، ده هيخلي الدوره سريعه جدا، وهيخلي المصانع تزود القدره الانتاجيه بتاعتها، وهيديها فرصه انها تستثمر في مكن زياده، عماله اكتر، طبعا انتاج اعلى، وهيسهل كويس. بس الانتاج الامور. الانتاج الاعلى ده هل معناه انه احنا في حجم طلب اكبر من قدراتنا؟ طبعا بيبقى في اوقات حجم طلب اكتر، لكن حاليا احنا بقالنا 4 أو 5 شهور للاسف بسبب المشاكل الاقتصاديه اللي حاصله، احنا بنعاني من طاقات غير مكتمله داخل المصانع، لكن متاكدين انه بالمعارض الخارجيه اللي بنعملها هنعوض كمان في الربع الثاني من 2023. يعني اتصور انه الربع ده مش ربع سهل، لكن هتتعوض بداية من شهر أبريل، مارس أبريل، هنعوض الفراغ اللي موجود دلوقتي بإذن الله، وربنا يوفق كده، وحجم صادراتنا كمان يعني يحصل فيه دفعة أكبر خلال 2023 الله. بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة ماري لوي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.